السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ بالعناوين. نقرأ في القدس العربية: الانتخابات العراقية مشاركة ضعيفة وخروقات وتوقف مئات أجهزة التصويت. وفي المدى: مرصد رقابي يؤكد مشاركة ضعيفة في الانتخابات وينتقد تعطل الأجهزة. في العربي 21: عزوف عن التصويت بانتخابات العراق وأنصار الصدر يحتفلون. في الشرق الأوسط: واشنطن: محادثاتنا في الدوحة مع طالبان كانت صريحة واحترافية. أما في فورين بوليسي: غياب نهج بايدن حول سوريا وتغاضيه عن التقارب الإقليمي معها لن يزيد إلا من قوة الأسد. في العربي الجديد: الرئيس الجزائري: لن نرسل جيشنا إلى مالي ومن يتحرش بنا سيندم. أخيرا في اللوموند: تدعو لاهتمام دولي بتوترات تونس وانقلاب سعيد. نبدأ بملف الانتخابات العراقية، حيث كتب عبد الرزاق محمد الدليمي مقالا في مجلة الجاردينيا تحت عنوان: نجح الشعب وفشلت انتخابات الاحتلال وعملائه، لقد وصلت فضائحهم إلى العالم. فهذه ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيولا فون كرامون، رأت يوم الأحد بأم عينها حجم عزوف الكثير من المواطنين عن المشاركة في الاقتراع الذي يحمل رسائل سلبية. إن عزوف الكثير من المواطنين العراقيين عن المشاركة في الاقتراع يحمل رسائل سلبية إلى الحكومة الحالية والحكومات السابقة أيضا. وأشارت إلى أن البعثة شخصت عدة مخالفات وخروقات. كانت ضربة التي وجهها شعب العراق الثائر موجعة فعلا عندما أفشل مسرحية الانتخابات وكشف زيف وبهتان من ادعوا أنهم كانوا وراءها. شهد العراق الأحد خامس مسرحية انتخابات منذ عام 2005، وجرت هذه الانتخابات قبل موعدها بادعاء أنها حددت تلبية لمطالب الاحتجاجات والمظاهرات الواسعة التي اندلعت في أكتوبر تشرين الأول 2019، مطالبة الحكومة بتقريب موعدها والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وتسلم الرئيس الحالي للحكومة مصطفى الكاظمي هذا المنصب، في حين يعرف العراقيون أن كل ما حدث كان قد تم تقريره في الغرف المظلمة للأحزاب العميلة وبتوجيه من مرجعياتهم الدينية. وكما هو متوقع، كانت نسبة المشاركة أقل من سابقاتها بكثير، لا سيما بعد فشل حكومة الكاظمي في تنفيذ مطالب ثوار تشرين في محاسبة الجناة المتورطين بقتل قرابة 1000 من المتظاهرين والمحتجين منذ تشرين الأول 2019، وإصابة أكثر من 30,000 منهم ناهيك عن خطف المئات من النشطاء وفرار مئات أخرى من الوجوه البارزة في الاحتجاجات إلى محافظات أربيل والسليمانية ودهوك شمال العراق أو إلى خارجه. يعلم كل العراقيين أن وجود الأمم المتحدة هو جزء من ديكور المسرحية، ستكتفي بتقديم المباركة على نتائج الانتخابات أيا كانت هذه النتائج. المهم بالنسبة للأمم المتحدة كما في الانتخابات السابقة أمام الرأي العام العالمي أن هناك مسرحية قد نفذت، وهي تعلم علم اليقين ما رافقها من عمليات تزوير الانتخابات الأخيرة كانت أسوأ وواسعة بكثير أو كانت أسوأ بكثير من سابقاتها من حيث ضعف ومحدودية المشاركة، بل وعزوف ملفت وواضح من قبل العراقيين. الانتخابات البرلمانية بين التزوير والمقاطعات الشعبية، عنوان مقال نشرته صحيفة الميثاق الوطني للكاتب عمر الحلبوسي. تتجهز أحزاب السلطة المشاركة في العملية السياسية لتنفيذ أكبر عملية خداع وتزوير برعاية دولية
تهدف لإطالة زمن حكم زبانية الاحتلال الذين أجهدوا أنفسهم في خدمة المحتل ومحاربة الشعب الذي وقع تحت سندان الاحتلال ومطرقة أحزاب السلطة المحسوبين زوراً على العراقيين. يزداد النقم الشعبي على هذه الحكومة وداعميها، ويزداد عدد الجماهير الشعبية الرافضة للمشاركة في الانتخابات، وهو ما كان حاصلاً في كل مسرحية انتخابية سابقة كانت نسب المشاركة فيها أقل بكثير مما يعلن. ففي انتخابات عام 2018 عند الساعة 12 ظهراً صدر تقرير عن المفوضية العليا فرع الأنبار بأن نسبة المشاركة في كل مناطق الأنبار لم تتجاوز 1%، وهو ما تطلب إقرار عاجل من المفوضية يقضي بالسماح بالتصويت حتى لمن لا يملك البطاقة الانتخابية، وهو ما أحدث موجة تزوير كبيرة قادتها كافة الأحزاب والتي رغم التزوير لم تصل إلى 5%. ثم جرى بعد ذلك وبالاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة في بغداد إعلان نسب مشاركة فيها غير حقيقية تفوق الواقع بكثير لمحاولة التكتم على العزوف الشعبي، والذي أظهر عزوفاً كبيراً للناخبين في مراكز الانتخابات. وفي هذه الانتخابات جرت عملية توصية شعبية لعدم المشاركة في الانتخابات ووأد مشروع الاحتلال وكبح جماحه من خلال ضربه في عمق العملية التي يتشدق بها، وهي الانتخابات من خلال المقاطعة الشاملة للانتخابات، وهو ما تجلى واضحا من خلال مهاجمة عدة مؤتمرات انتخابية للأحزاب من قبل الجماهير الشعبية التي تدرك جيدا أنه لا تغيير ولا إصلاح من خلال الصناديق المزورة التي تمسكها حكومة الاحتلال ويرعاها المحفل الدولي الإرهابي. كما سلكت الأحزاب طريقاً آخر للتزوير، وهو استبدال شريحة الفلاش رام المرتبطة بجهاز البيكوز الذي يوضع على الصندوق والذي يجري عملية العد والفرز الإلكتروني ويعطي نتائج فور انتهاء الانتخابات في كل محطة انتخابية. بعد أن تجرى عملية رفع شريحة الفلاش وفي طريقها أو الفلاش رام وحزمتها البيانية وفي طريقها للوصول إلى المفوضية، يمكن استبدالها بواحدة جديدة تعطي نتائج مخالفة لما جاءت في المحطة الانتخابية، ناهيك عن تزوير بطاقات الناخب والتي برعت فيها الأحزاب من خلال التعامل مع شركات تابعة لحزب الله اللبناني الذي قدم خدمات التزوير للأحزاب، فضلاً عن عناصر هاكرز إيرانيين يتواجدون في بغداد يتبعون لكل الحيتان التقليدية. يريدونها انتخابات على مقاسهم. علي حسين يقول في صحيفة المدى: ليست المشكلة في الأرقام الصادمة للمواطنين العراقيين الذين اكتشفوا أن ذهابهم إلى صناديق الانتخاب يعني منح هذه الطبقة السياسية صكاً بالبراءة من الخراب، ورغم القرار الكوميدي لمفوضية الانتخابات التي تريد أن تجمل الانتخابات عندما أعلنت أن نسبة التصويت لا تشمل جميع العراقيين وإنما فقط الذين يحملون البطاقة الانتخابية. اليوم تمارس أكبر عملية نصب على المواطن باسم الديمقراطية، لأن العراقيين أدركوا أن شعارات الإصلاح وبناء الدولة مجرد لافتات انتهت صلاحيتها، فقد أشاحوا بوجوههم عن الخدعة التي تسمى البرلمان ليقولوا للعالم إنهم يرفضون الاستمرار في مشاهدة الفيلم الكوميدي مجلس النواب الذي يتنافس على بطولته محمد الحلبوسي وخميس الخنجر. في كل مرة يتوهم العراقيون أن الانتخابات ستمنحهم أملاً بالعيش في أمان ورفاهية، وأن الديمقراطية التي وضعت أصولها حنان الفتلاوي ستصلح من أحوالهم المعيشية، لكن بعد أن تغلق الصناديق بالأقفال يجد المواطن أن القوى السياسية لا تزال تتمتع بفيتو ضد أي مطالبات شعبية لا تراها ملائمة مع حصصها في السيطرة على مؤسسات الدولة. سيقول البعض: يا رجل، هل أنت مع المقاطعة وترك المسرح للوجوه القديمة؟
أنا يا سادة مواطن كان يأمل أن تجلب إليه الديمقراطية الخير والاستقرار والازدهار، فإذا به يجد نفسه في مواجهة قوى تعتقد أن مهمة السياسة هي لفلفة الديمقراطية ووضعها في جيبها الأيمن، وتعلن خشيتها من دولة العدالة الاجتماعية، حيث يعتقد البعض من ذراوشة الساسة أن مشكلة العراقيين ليست مع غياب الخدمات والفقر والمحسوبية والانتهازية، وإنما مشكلتهم يعيشون عصور الجاهلية، وأن من واجب حماة الفضيلة أن يهدوهم إلى طريق الهداية. كانت الناس تتمنى أن تحقق الانتخابات التعايش بين مكونات المجتمع العراقي كافة، وكانت الناس تتمنى أن تترجم صناديق الانتخابات إلى مؤسسات تحتضن الكفاءات وقوانين تحارب الطائفية والانتهازية السياسية وسرقة المال العام. اليوم يشعر المواطن العراقي أنه يعيش وسط حلبة يتلقى فيها الضربة تلو الأخرى دون أن يلوح في الأفق أي تغيير في صالحه. يتساءل الكاتب، هل يدفعنا هذا الأمر إلى اليأس؟ بالتأكيد لا، فسيأتي يوم نجد فيه المواطن العراقي ومن خلال صناديق الاقتراع نفسها يعبر على جثة الاصطفاف الطائفي، لأنه سيدرك حتما أن التغيير الحقيقي الذي يستحقه لا يعني تغيير السلطة أو وجوه الحاشية أو استبدال جماعة طائفية بأخرى أكثر طائفية. ليس صناديق انتخابات فقط، بقدر ما هو تفكيك بنية فاشلة ترى في كرسي الحكم حقا شرعيا. هذا لن يتم بمجرد تنظيف الواجهات، بينما يبقى العفن يحتل أركان الوطن. يقول الكاتب سيار الجميل، لقد كذب الكاظمي حين كان أو حيث كان يعد الناس وأهالي الضحايا بأن ترجع إليهم حقوقهم ولم يفعل، بل عجز عن فعل أي شيء إزاء حيتان الفساد وكان يخشاهم. وكم طالبكم العراقيون الأحرار باجتثاث مراكز القوى المتحكمة واستئصال الدولة العميقة بكل عناصرها المرتبطة بنفوذ الآخرين، ولكنك لم تستطع أن تحرك ساكناً، والأنكى أن هذه لم تمنع من الترشيح ثانية وثالثة في الانتخابات، خصوصاً وأنها أجرمت بحق العراقي والعراقيين، وربما فازت اليوم وتسلمت السلطة من بعدكم، فما قيمة هذا المنجز؟ سيعود العراق إلى مربع الخطر. إن وفائك لوطنك والتزامك بخدمته ليس مجرد إنشاء عابر يمكن تسطيره أو قراءته كي يمر بسهولة، إن لم يقترن بالفعل على أرض الواقع. العراق باق ضمن نظام يفتقد أي زعامة وطنية جديدة نظيفة، وبلا أي برنامج مدني متقدم يشغل الناس، فالانتخابات اليوم تعد مسلسلاً عراقياً مألوفاً لنظام سياسي فاشل يؤلفه الحمقى ويخرجه الساذجون ويعبث به المزورون. ما زال الناخبون يبحثون في الليل البهيم الطويل عن قطة سوداء في غرفة مظلمة تحرسها جوقة متوحشة من محتكري السلطة وفاقدي الضمائر والأخلاق. يوم أمس الأحد العاشر من شهر أكتوبر تشرين الأول كان موعد العراقيين مع الانتخابات التشريعية المبكرة الخامسة. تباهى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإنجازات الحكومة العراقية في خطابه عشية الاقتراع العام قائلاً، العراق ليس حديقة لأحد ولا يتبع لمكون دون غيره، وهذا لا صحة له أبداً، إذ النظام السياسي يتبع المحاصصة الطائفية والدولة تقوم على أساس تمايزي واضح، ولم يكن باستطاعة الحكومة أبداً القضاء على هذا الداء، وكل رؤساء الحكومات المنتخبة سابقاً قد عملوا به وتباهوا من أجله. الانحياز لمكون واحد أمر مفضوح، والجميع يدرك ذلك في كل الميادين. ويقول الكاظمي، حكومتي تتحرك في حقل ألغام، وهناك بعض الجهات عملت على إفشال عمل الحكومة العراقية لأغراض سياسية أو انتخابية،
طوال سنة وثلاثة أشهر كنت المسؤول الأول عن العراق، ولكنك لم تستطع أن تقضي على رؤوس الفساد ولا على عناصرهم ولا على ميليشياتهم. من واجب رئيس الحكومة أن يخدم شعبه ولا منة منه عليه، وأن يضبط أمن الناس واستقرارهم، ويأمر بجمع السلاح المنفلت في ساعات من دون توافقات، وألا يخاف من مراكز القوى، وإلا فإنه لا يصلح للحكم أبدا. عن مأزق قيس السعيد وأهمية عودة الشعب إلى الشارع، كتب فراس أبو هلال مقالا جاء فيه: لم يتمكن الرئيس التونسي قيس السعيد منذ 25 من تموز يوليو أن يحقق شيئا، لا للدولة ولا للشعب التونسي، ولم ينجح سوى بتجميد الحياة البرلمانية وإكمال مهمته التي كان بدأها منذ انتخابه، وهي تعطيل الحكومة المعبرة عن الانتخابات وفق الدستور الذي أقسم عليه. ولذلك فقد ساهم هذا الفشل الذريع بارتفاع صوت الفئات الشعبية المعارضة له في الشارع بمقابل انحسار ملامح التأييد الشعبي للانقلاب. فشل سعيد بتقديم أي حلول اقتصادية تنفس من الأزمة التي تعيشها البلاد، لم يقدم رؤية واضحة للحل، ولم يتمكن حتى من الحصول على دعم مالي من الدول التي دعمت انقلابه، غالباً بسبب عدم وثوقها بقدرته على الحكم، أو بسبب عدم القدرة على توقع سياساته، نظراً للمنسوب العالي للشعبوية في خطاباته وقراراته، أو لأنه مجرد أداة سيتم التخلص منها لاحقاً. ويضاف لذلك أن قدرة تونس على تلقي مساعدات دولية ستكون مرتبطة بحصول مسار سياسي يعيد الديمقراطية ولو شكلياً للبلاد، وهو المسار الذي لم يقدم الرئيس حتى الآن أي خطة طريق لتنفيذه. لم ينفذ سعيد حتى الآن وعوده بمحاربة الفساد، وهو الذي كان يمكن أن يؤدي دوراً في هذا الملف حتى قبل الانقلاب، ولكنه لم يفعل. لم يقدم أي متهم بالفساد للمحاكمات، بل اكتفى بملاحقة خصومه من النواب والقضاة والإعلاميين وتقديمهم لمحاكمات عسكرية أو إجراءات استثنائية. بدلاً من أن يقدم سعيد رؤوس الفساد للقضاء، انشغل بالخطابات المليئة بالتهديد لأطراف مجهولة، بل إنه لم يفصح حتى اليوم عن الوزراء الذين رفض استقبالهم لحلف اليمين الدستوري، وعطل بذلك عمل الحكومة بذريعة أن لديهم شبهات فساد. فشل الرئيس في الحصول على حزام سياسي، بل اكتفى بتأييد تنسيقيات شعبية غير منضبطة لا يعرف حجمها ولا تمثيلها في الشارع، مع الإقرار بحقها في دعمه. لم يحاور أي حزب أو طرف سياسي، وبدأ يفقد بسرعة كبيرة كل الأطراف التي أيدت انقلابه بسبب خلافاتها مع حركة النهضة. اكتشفت هذه الأطراف سريعاً أن الخلاف مع النهضة لا يحل من خلال دعم انقلاب يعطل الديمقراطية ويوقف المسار السياسي الذي بدأ بعد الثورة، ويعرضهم هم أنفسهم لتعسف حكم غير ديمقراطي. وعن فرنسا وصراع الهويات وأوهام النقاء، كتب ياسر محجوب الحسين مقالا في صحيفة الشرق القطرية، جاء فيه: أظهرت تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الاستعلائية في حق الجزائر وشعبها أن الروح الاستعمارية للمسؤولين الفرنسيين لم تزل متمكنة ولم تتزحزح قيد أنملة مما كانت عليه في الفترة الاستعمارية من عام 1830. لقد تسبب ماكرون في أزمة دبلوماسية بين بلاده والجزائر مع اقتراب نهاية ولايته الأولى التي بدأت في 2017، ورغم أن ماكرون كان قد اعترف قبيل انتخابه رئيساً لفرنسا بأن استعمار بلاده للجزائر كان جريمة ضد الإنسانية، لكنه عندما زار الجزائر عقب انتخابه مباشرة لم يقدم اعترافاً ولا اعتذاراً رسمياً عن جرائم الاستعمار كما طالب الجزائريون.
بيد أن الجزائريين ظلوا يطرحون على باريس بإلحاح 4 ملفات، وهي الأرشيف وجماجم المقاومين والمفقودين وتعويض ضحايا التجارب النووية باعتبارها مفتاح علاقات طبيعية بين البلدين، وربما هذا الذي عزز حالة اضطرابية من القلق المفرط ظلت مسيطرة على تعاطي ماكرون مع ملف علاقات بلاده مع الجزائر، والعقل السياسي الفرنسي في عمومه متنازع بين نزعة استعمارية شوفينية ونزعة ليبرالية مصنوعة تريد فرنسا أن تظهر باعتبارها دولة قيم حضارية. وفرنسا اليوم التي تنافس تركيا وتتصادم معها في مواقع كثيرة من العالم تشعر بقلق من تنامي دور أنقرة في إفريقيا، لا سيما ليبيا والجزائر. ووفقاً لوزير الخارجية الجزائري، فإن تركيا لاعب دولي مهم جداً، وأن بلاده ترتبط معها بعلاقات تاريخية عميقة وتسعيان إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة. وقال المسؤول الجزائري: وأن تركيا أسهمت بدور مهم في عملية التنمية بالجزائر في السنوات الأخيرة، وأن بلاده تتطلع إلى مزيد من علاقات الشراكة والاستثمارات التركية في الأيام القادمة. إن فرنسا لا سيما نخبها السياسية تعيش أزمة في التعاطي والتواصل مع الآخر، فرغم احتلالها لشعوب مختلفة في ثقافتها ووصولها العرقية، لكنها اليوم ترفض التنوع في المجتمع الفرنسي واندماج الآخر فيه. بانكوك يتلذذ نوينغ بتناول طبق من اللحم المشوي في مطعم تغمره مياه تفيض من نهر تشاو برايا في بانكوك، ثم يصعد بسرعة على كرسيه عند مرور زورق لتفادي الموجة قبل أن يجلس مجدداً على الطاولة بعدما أصبح بمنأى عن الخطر. كان تيتي بورن جوتي مانون صاحب مطعم في شمال العاصمة التايلاندية يظن أن مطعمه الصغير الذي تأثر بشدة من جراء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 لن يصمد في وجه الفيضانات الغزيرة التي تجتاح تايلاند في أواخر فترة الرياح الموسمية، لكن على العكس بات ينبغي الحجز مسبقا في المطعم لخوض هذه التجربة الخارقة أو الخارجة عن المألوف. بدأت القصة مع تسجيل مصور نشره تيتي بورن على فيسبوك يظهر زبائن يأكلون على شرفة تغمرها المياه، يصعدون والبسمة على وجوههم على الطاولات لتفادي التموجات التي تخلفها الزوارق العابرة في تشاو برايا الشريان الحيوي للمدينة. ولقي هذا الشريط انتشارا واسعا على الانترنت، وذاع صيت المطعم بالتواتر على ما كشف تيتي بورن في تصريحات لوكالة فرانس بريس. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم. ومع هذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير، إلى اللقاء.